دونك كما كتعرفوا بان هذه الرياضه هي جديده داخل المملكه المغربيه. دونك هذه الرياضه رياضه كتحتضنها الجامعه الملكيه لرياضه الاشخاص ذوي الاعاقه. انطلق اول موسم في 2018، كانت لعبوا موسمين، من بعد كان جا الوباء ديال كورونا، توقف الدوري وتوقفوا جميع الانشطه على مستوى العالم لمده سنتين. الحمد لله هذه السنه استأنفنا البطوله من جديد، وكانت تدارك المواسم اللي توقفنا فيهم. دونك لعبنا ثلاثه ديال المواسم تقريبا في موسم واحد. الاضافه اللي كانت هما زادوا فرق جداد كانوا يلاه نخرطوا، منهم فريق اسد اكادير. دونك وصلنا الحمد لله ل 11 فريق على مستوى الوطني. هذا اللي خلانا باننا نحاولوا نقسموا المباريات ولا الاقصائيات المؤهله لهذه النهائيات عن طريق جوج ديال الاشطر، شطر الشمال وشطر الجنوب، باش ذاك بعد المسافه والتنقلات ينقص شويه على الجمعيات. الحمد لله جمعيات كيغطيو تقريبا جميع ربع المملكه، في طنجه، من فاس، من سلا، من كازا، من قنيطره، من اكادير، دونك بنكريت، دونك مجموعه ديال الجمعيات الحمد لله. وحنايا كنطمحوا للاكثر، كنطمحوا يزيد الضعف. الا بغينا نقربوا الناس لهاد كره القدم المبتورين، واش عندها شي خصوصيه مثلا من حيث مساحه ديال الملعب، من حيث التوقيت، من حيث القوانين؟ اكيد كل رياضه عندها خصوصيه ديالها، وبالضبط مثلا نقولوا اشخاص ذوي الاعاقه، راه كل رياضه كيادابتيوها على حسب نوع الاعاقه اللي عندهم. وكما كتعرفوا حنا رياضه الاشخاص ذوي الاعاقه خصوصا كره القدم المبتورين كنلعبوا بديبيكي، كنلعبوا بالرجيلات كما تنقولوا، وتلعبوا ببالون وحده، وعنده الحق يقيس الكره غير بديك الرجيله اللي عنده صحيحه. دونك الرجل اللي فيها الباصره ولا الايدي ولا حتى الرجيلات العكاكز ما يقدش يقيس بهم. دونك اكيد خصها تكون خصوصيات كتكتمل في مساحه ديال الملعب كما قلتي. ما كنلعبوش في ملعب كبير، تلعبوا غير فتاسات بالغارديان، سته اللاعبين داخل رقعه الملعب باضافه حارس المرمى هي سبعه، وتلعبوا في مساحه ديال الملعب اللي 40 على 60 متر، دونك 40 في العرض و 60 متر في الطول. وبالنسبه لحارس المرمى كيكون عنده البتر او الاعاقه على مستوى اليد وعكس اللاعبين. دونك حتى اذا كانت عنده مثلا اليد مبتوره ذاك النصف اللي سميتو خصو يبانديها لداخل فوسط الجسم بواحد البانده، باش ما يستعملهاش، باش ما تكونش مثلا واحد لافونتاج عنده في الطبيعه ديال الحراسه. وخلاص عند المنطقه كما تنقولوا في كره القدم، لغه كره القدم، لو كاري دي زويت ولا منطقه ديال العمليات ديال حارس المرمى. حنا عندنا منطقه فيها يلاه 8 في 10 في العرض و 8 في الطول، ديك المنطقه انتيردي على حارس المرمى بانه يخرج منها لحقاش هو عنده كيكون برجليه صحاحين. دونك اذا خرج من ديك المنطقه ولعب الكره غيكون عاوتاني افونتاجي على اللاعبين اللي داخل قاعده الملعب. دونك هذيك المساحه كتكون ديليميتيا، خاص الحارس المرمى يبقى معظم الوقت فيها، ما خصوش يخرج. اذا خرج في شي حالات يمكن له يتعرض لبطاقه حمراء ولا اقصاء. دونك بالنسبه للاحتياط، نعم بالنسبه للاحتياط كنمشيو من 12 لاعب حتى 15 لاعب في المجموع، كيكونوا سبعه مثلا او خمسه في الاحتياط. خص ضروري يكون حارس مرمى. كاين واحد اضافات بزاف ولا واحد خصائص بزاف، بان ذاك الحارس الثاني الا كان كان مثلا تسترد الحارس الاول ودخل الحارس الثاني وتعرض لا قدر الله لشي اصابه، خاص ضروري يكون في وسط الفريق شي لاعب اللي عنده البروتيز، اللي عنده رجل اصطناعيه، باش الا كتابو تسترد الحارس الثاني يدخل هو اللي يعوضه ونحزمو له تا هو يديه ويلعب ديك رجل اصطناعيه تيحيد ديك الساعه اللي بيكي. دونك بزاف ديال الخصائص كتادابتا. وهاد القوانين راه كما كتعرف راه كل قانون كتحطو واحد الجامعه دوليه. دونك الحمد لله كاين واحد الاتحاد الدولي ديال هاد اللعبه هادي، اللي هاد الاتحاد راه قديم الزمان، حنايا الحمد لله دخلنا ونخرطنا تحت اللواء ديالو. بالنسبه للمدرب واش يكون في اعاقه حتى هو ولا لا؟ بالنسبه للطاقم التقني ما كاينش خصوصيه زعما بانه يكون معاق او لا يكون فاليد. كان من الاشخاص ذوي اعاقه راه كيدي المهمه ديالو، كان اشخاص عاديين راه تيدي المهمه ديالو. شنو الدور ديال المعد البدني على صعيد المنتخب وعلى صعيد الفرق؟ بالنسبه انا كالمهمه ديالي كمعد بدني ومساعد مدرب على صعيد الفرق، كنجي بغيت كنديتكتيو لي جوار، كنشوفو تطور المستوى ديالهم. لحقاش ملي كيدخلو معنا في التربوصات الاعداديه تنعطيهم دي بروغرام، تنشوفو ديك لا بروغريسيون واش كاين شي خدمه ولا كاين واش ولا مستوى المسؤول ديال اللياقه البدنيه تينقص.
دونك حنا كنجيو في المباريات ولا الدوريات باش نديروا هذا المراقبه والمعاينه ديال اللاعبين. بالنسبه داخل المنتخب الدور ديال المعد البدني راه دور كبير في جميع الرياضات، دونك حنا مقبلين على يكون التاطير ديال المعدي البدني على صعيد الفرق مركزيا مثلا. بالنسبه للمعدين البدنيين ديال الفرق حنا الحمد لله الجامعه في صدد اعداد واحد البرنامج ديال التكوين ديال المدربين وتكوين ديال الحكام وتكوين ديال الاطر هذه الاداريه والتقنيه لجميع الانديه خصوصا في هذه الرياضه الاشخاص ذات الاعاقه كره القدم والمتورين. دونك داروا ديال الرياضات الاخرين الحمد لله حنايا بهذه النتائج اللي حققنا بالتاهل اللي جبناه من كاس افريقيا تاهلنا لكاس العالم بهذه المشاركه المشرفه في بولونيا تكرسينا تروازيه مع فرق سابقين في هذا المستوى. مع ان شاء الله عندنا في المواديس عندنا كاس العالم ان شاء الله، دونك هذه الرياضه غدا وكتاخذ المكانه ديالها. هذا هو اللي كان تتمنى الملاحظ بانه رغم هذه الصعوبات كاين واحد الاشراقات وكاين نجاحات كبيره على صعيد الفرق على صعيد المنتخب. تكلم لي كيف كيجي هذا النجاح هذا ديال هذه الفرق هذه؟ اش غنقول لك؟ اول حاجه نقول لك النجاح منين تيجي؟ النجاح واي ريزيلتا كتجي من ذاك اللاعب اول حاجه، هذا اللاعب. وثاني حاجه هو الجمعيه ديالو، دونك لحقاش الجمعيه اللي كيجلس معاه مده طويله وهي اللي كتاثروا هي اللي باش حنا كنجيبوه كنتقيوه للمنتخب الوطني المغربي. من بعد ما كيجي اللاعب الاصرار اللي عنده والرغبه اللي عنده ديال ابراز الذات ديالو هي اللي كتخليه يتسنط بزاف ديال الحويجات، يطبق التعليمات ديالنا خلال التدريب، يعطي الاضافه كما تنقولوا يخلي راسه في التيران. دونك هادو هما الحويجات اللي تيخليو النجاحات يكونوا. والعائله، روح العائله ملي كتكون خدام بنيتك وخدام بقلبك صافي الحمد لله ربيتي رضات الوالدين تيجي بربيتي سير الحمد لله. كاس على خير، يعني احنا مقبلين على البطوله او كاس العالم في تركيا، شنو الجديد ديال المنتخب من حيث التربص من حيث النتائج والاعداد وكذا؟ من مور ما جبنا الكاليفيكاسيون كاس العالم من مور ما جينا من تنزانيا، دونك بدينا تقريبا التربصات من شهر جوج، كل شهر كان عندنا تربص اعدادي. الحمد لله الجامعه وفرت لنا 70 يوم ديال التربص قسمناها على خلال السنه من شهر جوج حتى لشهر 9، دونك درنا تربصات شهر جوج شهر 3، كان رمضان درنا جوج ديال التربصات في شهر رمضان كان خاص بالمنتخب الاول، ودرنا واحد التربص ديال الوليدات اللي مزيان صغارين باش تاهما نحبهم في هذه الرياضه ديال 14 سنه 15 سنه اللي كاينين تاهما داخل الفرق، غير ما تياخذوش الوقت الكافي ديال اللاعب تيكونوا مزيان صغار، جمعناهم تاهما في واحد البيريود. كان تربص شهر 5 ثلاثه مشاركه في بولونيا في الاخر ديال شهر 5 مشينا لبولونيا، كان تربص اعدادي اخر قبل من البطوله في بولونيا ديال 4 ايام وفرات لنا الجامعه. ملي جينا الحمد لله دابا دخلنا في لو موسي ساو تربص، لو موسي تيلا خرجنا منه، دونك عندنا ان شاء الله في هذا الشهر 8 جوج ديال التربصات اعداديين اللي غيكونوا فيهم غير اللاعبين اللي غيكونوا ان شاء الله معنا، خسرين لحد الان 18 لاعب غيكونوا معنا 15 في النهائيات، وين دابا ما خصكش تدخل غير ب 15 ضروري خصك تدخل بواحد العدد باش لا قدر الله تكون شي اصابه. الهدف اللي وضعنا لكاس العالم في تركيا الحمد لله القرعه الباح دارت الصباح، حنا في واحد المجموعه ما نقولوش سهله على الورق وما نقولوش صعيبه، الحمد لله كنظنوا بانها كانت رحيمه بينا، ما طحناش مع منتخبات اللي ايران قويه، ايران قويه عندها تاريخ في هذه اللعبه، مي الحمد لله حنا ثقين في المجموعه ديالنا، حنا مع البرازيل، البرازيل كاسم في كره القدم تيخلع، وانما حنا ما غنتخلعوش منه بحالنا بحالهم. كاينه ايرلندا فريق ما نقولكش سهل، وانما سابع اوروبا راه ماشي بالسهل يجيب سابع اوروبا، لعبنا مع فرق احسن منه الحمد لله وتوفقنا عليهم في بولونيا. عندنا ايران اللي هي والبرازيل اللي غتلعب ان شاء الله بيناتنا ديك الورقه ان شاء الله، وحنا ان شاء الله طامحين نديروا المفاجاه خلال باح المراسم ديال القرعه في التقديم ديال المنتخب الوطني المغربي. الناس اللي كانت تماك شادوا بهذا المنتخب على المستوى اللي ظهرنا به في بولونيا قال بان المنتخب ان شاء الله غادي يحقق المفاجاه، وحنا ان شاء الله هاد الثمره كامله دايرينها باش ان شاء الله نحققوا واحد النتيجه ايجابيه ان شاء الله في كاس العالم. شكرا جزيلا لك. مرحبا. بارك الله فيك.